ينفي بائعو السمك بالسوق المركزية بالرباط أن تكون موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد طالت بضاعتهم أيضاً. في نظرهم لا تختلف الأسعار الرائجة حالياً في هذا السوق عن تلك التي كانت في الأعوام الأخيرة، لكن للزبون رأياً آخر. الغلا بزاف، لا في خضرة ولا في حوت ولا في اللحم. اللحم 120 درهم الكيلو، هادشي عمرو ما كان. علاش هادشي؟ علاش سوق العرض والطلب، والسردين هو اللي تيخرج على حاجه ديال 15 20 درهم اللي كتخرج بزاف، وحاجه ديال 100 درهم 120 درهم عندها واحد الزبالة ديالها خاصين. شهدت اسعار الخضار ارتفاعا متتاليا نسبه البعض للنقص الحاصل في العرض بفعل نقص المساحات المزروعه، وربطه اخرون بتاثيرات المناخ والعوامل الخارجيه، فيما تحدثت جمعيات حماية المستهلك عن عوامل الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربين. الحكومة راه غادير شغالها، راه سوف تضرب بيد من حديد، والاجتماعات الآن تدار على مستوى لا الحكومي ولا على مستوى يعني الولات ولا على مستوى العمال، وسوف يتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سوف يتم يعني تفعيلها في هذا الإطار هذا. بدورها لم تسلم اللحوم من حمى ارتفاع الأسعار، فتوالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف تسببا في قلة إنتاج رؤوس الأبقار والأغنام، وهو ما أدى في المحصلة إلى تراجع مبيعات مادة أساسية ضمن قفة المستهلك المغربي. في سعيها للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، تشجع الحكومة التجار على جلب الأبقار من الخارج عبر إزالة الرسوم الجمركية وإلغاء القيمة المضافة على الاستيراد، خطوة تقول الحكومة إنها ستساعد على تخفيض أسعار اللحوم وستسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.